خوتنا الدم ديالنا فوس ديال المدفع، وكيجي واحد المورد يورد لموريتانيا ودوز عند البوليزاريو ودوز عند الجزائر وغدا يضربوا لينا خوتنا في الشريط الاول ديال البلاد. قمه الخيانه، هذه قمه الخيانه. يبيعوا منتوج مغربي وعارفين بان كيربحوا فيه الملايير ديال الفلوس، وعارفين بان ذاك المنتوج كتشريه الجزائر وكتشريه البوليزاريو باش يجي هو هنا للمغرب ويبني القصوره ويقول لك انا شريف ونزيه وهو اكبر خائن. كاين واحد المثل معروف كيقول لك فيه الا كان عندك 10 د القرطاسات 10 د الرصاصات في يدك، ضرب واحده للعدو وتسعه القرطاسات وجههم للخونه ديال الداخل. نعرف جيدا مذاق الخيانه. وشكون اللي غادي يدافع على هذه البلاد؟ هذا خطه خطيره، خطه خطيره باش تورد للعدو ديالك المنتوج الفلاحي عن طريق دوله اخرى، وتجي ترد عليك ترد عليك جاره السوء، جاره السوء تجي ترد عليك وتقول لك نديروا الفيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي موقع ريفديا في كل مكان داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم استضفنا معنا سعيد شرمطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان للحديث حول موضوع اللي تغاف هذه الساعة وكل المغاربة وكل الدول المجاورة كيهضروا عليه. شنو هو؟ هو الخضر والفواكه المغربية اللي ولينا كنشريوها بواحد الثمن باهظ، واحد الثمن غالي بزاف. مؤخرا مثلا مطيشة قبل 3 4 سنوات كنا كنشريوها بجوج درهم، جوج درهم ونص، 3 درهم، 5 درهم الى غلات. دابا شي مرات كتوصل حتى 14 15 16 درهم. البصلة اللي كانت كدير 80 فرانك درهم جوج كيلو بدرهم ونص، ولات كدير بعض المرات كتوصل حتى 14 15 16 درهم. السبب هو التصدير ديال الخضر والفواكه المغربيه نحو الدول الافريقيه وموريتانيا الشقيقه. طبعا احنا ماشي ضد باش يتصدر هاد الخضر وهاد الفواكه، ولكن احنا ضد باش تصدر هاد الخضر وتمشي لاعداء الوحده الترابيه الوطنيه. كيفاش غادي تسالوا؟ كيفاش حتى مشات لعند اعداء الوحده الترابيه الوطنيه؟ مؤخرا في هذا الاسبوع هذا قامت موريتانيا، دوله موريتانيا، بمنع التصدير ديال الخضر والفواكه نحو الجزائر. علاش؟ الخضر المغربيه كنقصد. علاش؟ لان الثمن ديالها الدوبل 3 ديال المرات في موريتانيا. بعض التحقيقات الميدانيه اللي دارت السلطات الموريتانية لقوا بأن الخضر والفواكه اللي كان صدروا احنا الموريتانية كتمشي للجزائر، وبعض الجزائريين وربما ناس اخرين، هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه مع الضيف ديالنا سعيد شرمطي، ربما حتى مغاربة كانوا كيوصلوا هاد الخضر وهاد الفواكه او لضالعين في وصول الخضر والفواكه المغربية لأعداء الوحدة الترابية الوطنية البوليزاريو. سي سعيد مرحبا بك. شكرا سي رشيد على الاستضافه ديالي في الموقع ديالكم ريفديا، وان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في المستوى باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم، خصوصا في هذا المجال هذا نتاع النشاط نتاع التصدير ديال الفواكه والخضار من المغرب الى باقي دول العالم. راه ماشي بغي افريقيا اللي كتصدر فيها، كتعرفوا بان اوروبا كامله كتصدر فيها، واليوم كذلك كاين السوق تاع روسيا وكذلك السوق البريطانية اللي كنصدروا لها العديد من الفواكه. ولكن اليوم غادي نسلطوا الضوء حول التسويق اتجاه الدول الإفريقية من الشقيقة والصديقة، وغادي نركزوا بالضبط حول التصدير لكي عبر القرقرات اتجاه نواديبو نواكشوط موريتانيا وما يقع هناك، وبأن الخضر والفواكه المغربية أصبحت توجه لجماعات مسلحة خطيرة ومن بينها جماعات كتهدد الأمن والاستقرار ديال الدولة المغربية. سي سعيد، يعني الى طرقنا لهاد القضيه ديال التصدير، واش ما يمكنش مثلا في اتفاق المبرم مع موريتانيا في تصدير الخضر بانه يكون واحد البند في هذا الاتفاق يمنع مثلا دخول الخضر الى الجزائر؟ ما نقولوش يمنع دخول الخضر البوليزاريو التيندوف، ولكن الى الجزائر، لان اصلا الى دخلت الجزائر اكيد غادي تدخل التيندوف عند المخيمات ديال البوليزاريو. اولا يجب ان يعلم الاخوان والاخوات بان التصدير والاستيراد هو كينظموا ما يسمى بالتجاره الحره. عندنا هنايا في المغرب الناس كتصدر
مش مشكل خطير اللي خصو يعرفوه المغاربه، بانه يبان الحكم ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله عليه، وفي اطار ديال السياسه الاستراتيجيه نتاع توفير الامن الغذائي للمغاربه، والتاريخ ديال مليون هكتار اللي كان مركز على جهه ديال السوس مصدرعه تفيله نتاع الاخر نتاع الاكادير، كانت فقط منطقه ديال اكادير كانت هي القوه الاستراتيجيه ديال الامن الغذائي المغربي، يعني كانت اكادير فقط يمكن لها توفر الامن الغذائي للمغرب كامل، اضافه بان السياسه نتاع السدود والسياسه نتاع استصلاح الاراضي اللي دار الملك الحسن الثاني بالحكومات ديالو، وعطات المغرب بان واحد الواجهه قويه في المجال ديال 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 التصدير. ولكن رغم ذلك بقات بان المغرب كان يصدر فقط ما يسمى بالفائض ديال المنتوج الفلاحي المغربي للخارج. ولكن اليوم ديك السياسه ديك الاستراتيجيه ديال تصدير الفائض ما بقاتش كيف كتعرفوا مزيان، وحتى المصطلحات ديال الحكومه وديال الوزاره بدات كتكلم على انه ما بقاتش دعم القطاع الفلاحي، بل ولات كتستعمل مصطلحات ديال المراوغه، بدات كتقول كنعطيو اعانات، لان مصطلح الدعم هو ليس هو مصطلح ديال الاعانه، لان مصطلح الدعم كيلزم عليك بانك 35% فقط يمكن لك تصدر خارج المغرب، وما تبقى يجب ان يبقى مخزون استراتيجي للمغرب، لان الشعب المغربي كامل كيساهم في الميزانيه ديال الحكومه، وبان ذاك الدعم اللي كيمشيو لجميع انواع القطاعات الفلاحيه كيكون من اجل توفير المنتوجات الغذائيه المغربيه. وكيف كتشوفوا كيف كنعيشوا حنا المغاربه كاملين كنشوفوا مزيان بان هناك واحد التصدير فاحش ديال المنتوجات الفلاحيه من الخضار والفواكه ومجموعه المنتجات الفلاحيه اللي تحولات ديك المنتجات الفلاحيه الى منتجات صناعيه فلاحيه، كيربحوا فيها غير الطبقه البرجوازيه اللي هما قراب بالضبط من وزاره الفلاحه. غادي نمشيو للقطاع، نمشيو الاتجاه ديال التصدير نحو دول الجنوب او دول الساحل والصحراء، اللي هما بالضبط الدول اللي كنصدروا ليها هي جميع الدول كيقولوا لي الدول الافريقيه ديالنا، خصوصا اللي عندها علاقه مع المغرب وهذه. وغادي نركزوا بالضبط على التصدير اتجاه السوق الموريتانيه، ومن السوق الموريتانيه الى باقي الاسواق الافريقيه التي تقتسم الحدود مع الجاره الشقيقه موريتانيا. المغرب كيصدر عبر المعبر ديال الكلاكات الملايين ديال الاطنان ديال الفلاحه تما، ولكن ما وصلوا. هذا كنا نبهنا فيه سابقا في هذا الموضوع، هذا كنا تكلمنا عليه حنايا في الموضوع سابقا، بانه غير كتدخل السلعه الموريتانيا هناك جهات اخرى تتحكم في المنتوج المغربي وتقوم باستيراده، بدل ما تستورده من المغرب مباشره كتستوردو من قبل من السوق ديال نواديبو نتاع موريتانيا اليها. وهنا اخص الكلام على دوله الجزائر اللي كتقول لك دابا البطاطا عندنا والخير موجود والاخر، هي مشات للسوق الاخر كتشري المنتوج المغربي. وخصنا نعرفوا بان هذا المنتوج هذا اللي ولات كتشريه من نواديبو اصلا، مثلا المنتوج الفلاحي هذا كنعرفوه مزيان، ولاد الناظور الفلاحه ديال ولاد الناظور المنطقه ديال جهه الشرق، مثلا المنتوج الفلاحي اللي كان كيتزرع في بركان واللي كنا كتمولو وزاره الفلاحه في بركان كان يهرب كامل الجزائر. كنا حنايا هنا غير نعرفوا بان الثمن غلا ديال البطاطا والمنتوجات، كنسول كيقول لك تهربات الجزائر، كانوا مافيا حقيقيه في الميدان الفلاحي، في الميدان الفلاحي اللي بطبيعه الحال كتعرفوا الزبونيه والرشواليه كتعيش الدوله ونتمنوا غادي تصحح هذه الامور، هذه كانوا كيغتنيو بهذا المجال هذا. الملايريا ديال الفلاحه اللي كاينه في بركان اغتنوا بالتهريب ديال المنتوج الفلاحي المغربي نحو الجزائر، نظرا باش تبنى السياج وتعقلت المسائل ديال الحدود وهذه المسائل هذه، بقى المنتوجات الفلاحيه اللي كتباع في الاسواق المغربيه والاسواق اللي كتجمع من جميع كتهبط للمنطقه ديال كركات وكتوصل تما. وهنايا يتم اما بيعها بطريقه قانونيه او تهريبها من قبل عصابات مسلحه، وكنقصد هنا جبهه البوليساريو. مجموعه من القاده ديال جبهه البوليساريو يتحكمون في تجاره الخضر والفواكه المغربيه التي كتمشي من المغرب وكتهبط
الموريتانيا، ومن موريتانيا كيجيبوها وما كيدخلوها للجزائر وكتباع اما في الجزائر او كتوجه كمنتوجات الجماعات مسلحه اخرى اللي كاينه في مالي وكاين مجموعه ديال لانه منتوج استراتيجي وهو الامن الغذائي. ولكن السؤال هنا كيبقى، شكون هما المغاربه؟ لان ما يكذبش عليك شي واحد ويقول لك بان الموردين او المصدرين المغاربه ما عارفينش هذا الشيء. اللي كان ما عارفينش هذا الشيء، لكن خص يعرف بان الغنى والنوعيه ديال البيع كتوفر لهم ديك الثروه الخياليه، راه كاين جهات اللي كتخلص بالعمله الصعبه. عارف موريتانيا ما كتشريش بالعمله ديال موريتانيا، راه كتشري بعمله صعبه، كتشري بالدولار الامريكي او باليورو باش كتشري، يعني عمله صعبه. الناس اللي هنايا المغاربه ديالنا اللي كيصدروا لموريتانيا يعلمون جيدا بان المنتوجات الفلاحيه المغربيه يتم اما تصديرها نحو الجزائر وكذلك الى الجماعه الارهابيه المسلحه ديال البوليزاريو، ويتم اعاده بيعها وكذلك وصول هذه المنتوجات الى جماعات اخرى في منطقه الساحل اللي كنمولوا اللي كيستافدوا منها. هذا مشكل خطير. وهنا يعني عند واحد المعلومه بان الدوله المغربيه ما سكتاتش، باش ما يقول لك شي واحد راه المغرب ما عارفش، ما سكتاتش. وهنا كنشكروا المؤسسات ديال الامن الخارجي ديال المغرب لانه داروا مجموعه الزيارات قبل الانتخابات اللي فاتت، قبل الانتخابات الرئاسيه السابقه في موريتانيا، وتلاقت مع جهات مسؤوله في موريتانيا وخبراتها في هذا المجال هذا، لانه المنتوج المغربي ما خصوش يتصدر لواحد الجهه التي تكون العداء للمغرب، لتكون العداء للمغرب، كتاكل الخبز ديال المغرب، كتاكل الخضر والفواكه ديال المغرب، وكتبجح في الوسائل الاعلام بانها قوه ضاربه وهي ما موفرش حتى الاكل والغداء لولادها، وهنا كنقصد الجزائر، وصنيعتها البوليزاريو اعداء الوحده الوطنيه. السلطات الموريتانيه اليوم كدير مجهودات باش تحارب هذا النزيف هذا، لان المغرب من حقه يقول الله يخليك المنتوج ديالي ما تبيعيش لدوله اخرى. ولكن هنايا كتبقى واش عندنا اتفاقيه مع موريتانيا في هذا المجال ولا لا. هنايا دور الحكومه ودور الساسه، دور الحكومه ودور الساسه، لحد الساعه ما عندناش اتفاقيه مع موريتانيا اللي غادي نقولوا لها بان المنتوج ديالنا الله يخليك ما تبيعيش للدول الاخرى، عكس ما كيكون مثلا في تجاره الاسلحه بين الدول، تجاره الاسلحه بين الدول، باش مثلا الولايات المتحده الامريكيه كتبيع لك واحد النوع من التكنولوجيا ديال الاسلحه، كتقول لك الله يخليك هذا النوع ديال التكنولوجيا ديال الاسلحه ممنوع تستعملهم مثلا في حق الحلفاء ديالي الاستراتيجيين، وكتولي انت مذنب لانك ما تستعملوش. وإلا بغيتي تبيع ديك التكنولوجيا ديال الاسلحه خصك لابد تطلب الموافقه نتاع الدوله المصنعه. وهنايا المغرب كدوله منتجه يجب ان يطور في اطار اتفاقيه ديال التبادل الحر او اتفاقيه ديال التجاره مع الدول الشقيقه، ابرام الاتفاقيات اللي كتلزم عليك الحقوق ديالك كدوله بان المنتوج ديالك ما يتباعش في المناطق الاخرى. وهنايا بغيت غادي نقول للحكومه المغربيه، كاين واحد المثال معروف كيقول لك فيه الا كان عندك 10 د القرطاسات 10 د الرصاصات في يدك، ضرب وحده للعدو وتسعه بالقرطاسات وجههم للخونه ديال الداخل. كيف يعقل هاد الفلاحه المغاربه؟ حنا ما كنهاجمو حتى شي واحد، يبيعوا منتوج مغربي وعارفين بان كيربحوا فيه الملايير ديال الفلوس، وعارفين بان ذاك المنتوج كتشريه الجزائر وكتشريه البوليزاريو باش يجي هو هنا للمغرب ويبني القصوره ويقول لك انا شريف ونزيه، وهو اكبر خائن. علاش؟ لان هز المنتوج المغربي خرجوا من السوق المحليه، واللي غادي يرتفع على خوته هنايا في المغرب اللي غادي يرتفع، وكتلقي معطيشه والبطاطا ديال المغرب كتسوى في موريتانيا 3 دراهم، عندك اصحابك كتسوى 7 8 9 10 دراهم، رغم ان هناك ادعاءات اللي كتقول بان نظرا لان موريتانيا الشقيقه المنتوجات ديالها اللي كيتباعوا تما كيتباعوا في نفس الاثمنه ديال مدينه العيون ولا الداخله، وحنا كنعرفوا مزيان بان الاثمنه ديال مدينه العيون والداخله ماشي هي الاثمنه ديال وجده والناظور وديال الدار الرباط، لانها كاين 50% ديال الدعم وكاين مجموعه ديال المواد الاساسيه، وكتعرفوا مزيان هذه المسائل هذه، لان الدوله كتدعم تما. وإلا كانت تما ما عطيتش، كنسولوا عليها شحال من طاقم فيها، ما عطيتش، وكنسولوا فيها شحال كتسوى،
ابخس الاثمان، ابخس الاثمان المعيشه ديالها موجوده. هضرتي دابا على الفلاح، ما نظنش بان الفلاح يكون عارف، الفلاح اللي كيبيع هاد المستورد، اللي كيبيع هاد السلع وهاد الخضر المستورد، يكون عارف بان هاد السلع ديالو غادي توصل للجزائر او للجماعه المسلحه المعاديه للتراب، للوحده الترابيه الوطنيه البوليزاريو. الفلاح نعم، الفلاح المغربي، الفلاح كنتكلم على الفلاح المغربي، هي الحلقه المحقوره في هاد البلاد، الحلقه المحقوره، المنتج الفلاح اللي كيخدم هو وولادو والخدام وكيصرف، ما كيبقى له والو. كتبوش على راسنا، ار كيفاش كدير؟ كيوجد انت الفيرما وكيجي واحد السيد وكيقول لك انا اللي ندي عليك الفيرما. هو عنده فيرما صغيره كيشري 100 فيرما كيشريهم، وكيبقى هذاك الفلاح الصغير كيبدا يتسال على هذا، كيبقى يتسال لهذا بما يومي المضاربين. المضاربين، نعطيك مثال، مثلا هنايا عندنا في بركان الكليمونتين ديال بركان كيشريو جوج ثلاثه ديال الناس، هما اللي كيصدروه لاوروبا. وخبرك واحد الحاجه اخرى، راه باش كيتصدر لاوروبا بواحد الثمن راه كيدخل السوق الاوروبيه، كاين ما يسمى باسواق الجمله في اوروبا. تلاعبات، تلاعبات، عرفتي التلاعبات ولا ما يصرح به هنا في المغرب مجرد 2%، فهمتي؟ ما يصرحوا به بالثمن الحقيقي اللي كيتباع في اوروبا. خصوصا نمشيو مثلا نمشيو نخليو اوروبا، نمشيو لروسيا. روسيا كتجي كتقول لك الله يرحم الوالدين التشين الفيتامين سي بيع ليا واللي عندك بيعوا ليا. عكس المانيا اللي كتطلب لك لو بوميير شوا لا ميور كاليتي. روسيا كتقول لك من الشتاء كتجي، هذه مسائل استراتيجيه، فصل الشتاء جاي خصهم الشعب ديالها الفيتامين سي، بيع لي اي شيء. الفلوس ما كيدخلوش في المغرب. علاش؟ لان هناك عصابات تتحكم في الفلاحه، وهذه العصابات عندها علاقه مع وزاره ديال الفلاحه، وما نساوش وزاره الفلاحه كان فيها السيد رئيس الحكومه، كان فيها السيد رئيس الحكومه، وكاين لوبي الفساد. ولكن باش نوصلوا باننا نوردوا المنتوج الموريتانيا ويمشي لاعداء الوحده الوطنيه، وبان الناس ما عارفاش هاد الشيء هذا، ولا كدير راسها ما عارفاش، حتى كتجي الاجهزه اللي كتحمي البلاد اللي مسيجه البلاد القريمه من جلاله الملك عاد غادي تدخل. اي حكومه لدينا؟ اي حكومه؟ ما عندناش حكومه. حكومه خصها تكون ملمه بالوطنيه، ماشي ملمه بالفلوس. الحكومه الملمه بالوطنيه كيجيو لها سياسيين ما عندهمش علاقه، غير متعاقدين وما عندهمش زواج مع المال. ناس غير كتدخلها السياسه ديال الزواج مع المال، كيفكر في الفلوس منين يجيب الفلوس بدا يعمر، كينسى بان مور ظهرو كاينين ملايين ديال الناس ومسؤوليه كبيره. خصهم هذه الحكومه هذه تساعد جلاله الملك حتى يسوس امور ديال هذه الملايين. راه عندنا العسكر وعندنا المؤسسات ديالنا في الوسط تاع المدفع، خوتنا الدم ديالنا في وسط ديال المدفع، وكيجي واحد المورد يورد لموريتانيا ودوز عند البوليزاريو ودوز عند الجزائر وغدا يضربوا لينا خوتنا في الشريط الاول ديال البلاد. قمه الخيانه، هذه قمة الخيانة، قمة الخيانة. والخيانة ماشي هذه الخطرة الأولى الذي نشرب من كأسها، ماشي الخطرة الأولى اللي كنشربوا من الكأس ديالها. نعرف جيدا مذاق الخيانة، وشكون اللي غادي يدافع على هذه البلاد؟ راه هذا خطة خطيرة، خطة خطيرة باش تورد العدو ديالك المنتوج الفلاحي عن طريق دولة أخرى، وتجي ترد عليك، ترد عليك جارة السوء، جارة السوق تجي ترد عليك وتقول لك نديروا الفيزا. حتى واحد ما انتبهش علاش جات هاد الخطا السيمانه هذه ودارت الفيزا. علاش؟ رد فعل، رد فعل. علاش رد فعل؟ على بان الحكومه ديال موريتانيا الضغط اللي دارت عليها من قبل المؤسسات الشريفه ديال هاد البلاد هذه قال لها وقفي التصدير ديال المنتوجات المغربيه للجزائر. بغات تلعب ورقه ديال دير عليا الفيزا، حنا ما عندنا ما نديرو في الجزائر. الحمد لله الشعب المغربي توالف. ما كنمشيو نصيفو تما، ما نعرفش، يمكن كنمشيو لوهران، يمكن كنمشيو لوهران ولا مستغانم ولا ما عندنا ما نديرو تما. سعيد قبل ما نختمو واحد السؤال في دقيقة ولا دقيقة ونص، في الروبورتاج السابق اللي درنا معك قلتي بأن الفواكه والخيرات ديال البلاد الخضار كلشي كيتصدر والمغاربة كياكلوا الشطابة. نعم.
صحيح. هاد الكلمه هذه دارت ضجه على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي. واش فعلا حنا كناكلوا الشياطه؟ نعم. كناكلوا الشطبه؟ نعم كناكلوا الشطبه وكناكلوا حتى داك المنتوجات اللي كيردوا لينا ما كيقبلوهمش. كاينين شركات شوف كاين شركه ما كتلاحظش في السوق كاينين باش كتلقى كتلقي لومبالاج ديال شركه كتبيع لك المنتوجات المغربيه اللي تما. هذاك لومبالاج ما مقبولش في السوق الاوروبيه ونظر بانه مصالح الصحيه ديالهم والاخر قالوا له بلا ما تصيفطنا داك المنتوج خصو يتخلص منه هو ويبيعو للشعب المغربي. وفين كيبيعوا؟ علاش ما كيبيعوش في السوبر مارشي؟ فين كاين المراقبه؟ كيمشيو للاسواق الشعبيه. حنا كنتكلم على الشياطه لان حنايا هنا في جامعه ديال بلينصار عندنا الكرار ما عندناش لي سوبر مارشي وحتى ما كاينش لجنه المراقبه. ماشي عكس الحوانت والسوبر مارشيات الكبار فجاه كيتفاجئوا بلجنه المراقبه. غادي ندخلوا دابا هنا للسوق ديال بلينصار ملي كيتقداو الناس دمليني ومن كيتقداو المسائل اللي نقولوا كنحاولوا نستمروا هنا غادي تلقى غير الكراس. تلقى الكراس ومنتوجات مجهوله المصدر. اسيدي كنتحداهم يقولوا لنا داك المنتوج منين جا يلا. وزيد عليها واحد الحاجه نقول لك واحد المساله. هذا واحد الخبير في الميدان الفلاحي كيخبرني كاينين الناس كيستوردوا مستوردين من مجموعه ديال بقاع العالم مثلا الفواكه الاستوائيه كتدخل للمغرب وكتخضع للمراقبه. كتخضع للمراقبه ديال مكتب السلامه الصحيه وهاد المسائل والحمد لله بدينا نشوفوا منتوجات ايجابيه كتدخل للمغرب. ولكن كتبقى واحد الحاجه بان هذاك المنتوج باش كيدخل للمغرب كيبقى فواحد الثلاجه حتى كيوقع له التحول ديال المنتوج كيقدام كيقدام المنتوج ما كاينش مراقبه بان هذا المنتوج غادي تبيريما ولا غادي يخسر ولا غادي يضيع. هنا فين كتكلم فهمتي اش كيديروا البدل ما يمشي لا ديستركسيون ولا يتعطى كعلى في الحيوانات ولا كل واحد كيعرف كيفاش غادي يدير كيبيعوه المواطنين. كتشد بنانه اسمح لي هذا وكتفتحها وكتلقيها اما طيبه من الداخل ولا يابسه من الداخل. وكتشد حبه لافوكا مثلا لان لافوكا المغرب كتمشي للخارج وحنا كيجيبوا لنا داك الشيء المستورد. خصك تعرف لافوكا المغرب واحد الجوده عاليه كيجيب كتضربها في الوسط كتلقيها خاسره من الداخل من الجناب. علاش وصلت تبقى خاسره في الاخر؟ هذه الشطه. ونزيد عليها لي كليمونتين. لا كليمونتين التشين مثلا اللي هضرنا عليه مثلا ديال بركان ديال العرايش نتاع اكادير كنهضر على الكليمونتين الجوده العاليه ديال المغرب. كيعطيونا الشطاب لان لو بروميير شوا كيمشي لالمانيا في المغرب. الدوله المستورده الاولى ديال الكليمونتي في المغرب هي المانيا بلو بروميير كاليت وكتزيد درهم على باقي الدول. خاصك تعرف درهم فاش؟ واش في الطون ولا فاش؟ في الصندوقه. في الصندوقه؟ نعم. كتقول لي شوف الى هذا غادي يسوى لك نعم اسيدي غادي تباع لي هنا بثلاثه نشريها لك بثلاثه درهم كنعطيك اربعه دلال. وكنقول حبه حبه عرفت هذا المصطلح ديال حبه 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 عكس كي قلت لك روسيا وهذا المسألة. ايوا باش كيدوز هذا الشيء كامل كيبقى لنا الشياطه اللي كتلقاها مكركره فوق الكرارس اللي كنا كيتباع كيعطيوها للباين. سعيد سؤال وجواب في كلمه او في جمله. الغلاء الفاحش باش نلخصوا الغلاء الفاحش ديال الخضر والفواكه في الثلاث سنوات الاخيره واش فعلا السبب الاول ديالو هو الجفاف ولا التصدير؟ السبب الاول ديالو بدون نقاش هما انعدام الضمير ديال المصدرين وانعدام ضمير الحكومه اللي خصها تراقب نوع الحجم ديال التصدير. وزيد عليها واحد الحاجه وهي الشناقه. ارتفاع البطاله دخلوا واحد المجموعه ديال الناس عندهم شويه ديال راس المال او كيمشيو غير بالكريدي وبداو كيديروا التشناقيت اللي هي خصها تكون منظمه طبقا للقانون باش نعرفوا شكون اللي باع لك وشكون اللي شرا لك. راه هذا المنتوج هذا خصو يتباع جوج الخطرات الفلاح لو مارشي غون فهمتي ولا لا وكيتزاد له واحد البيع مول الحانوت. وانت تصور معايا الفلاح لو مارشي غون 70 واحد عاد مول الحانوت ولا عاد مول الكروسه عاد المواطن. هاد 70 واحد الا تزاد كل واحد منا درهم راه 70 درهم اللي كتزاد اسيدي غير 70 سنتيم اللي كتزاد. وضربنا الحساب راه كتلقي معطيشها بجوج دراهم. سولت عليها انا بجوج دراهم لقيتها ب 1200 درهم عفوا لقيتها ب 12 درهم لقيتها ب 12 درهم في السوق نهار اللي سوات 2 درهم في المارشي. مؤخرا سعيد باش نختموا مؤخرا يعني في يمكن دابا شي ثلاثه ديال الاسابيع هذه شفت واحد فيديو مباشر على الفيسبوك ديال احد الاصدقاء من
المارشي ديال الجمله ديال الدار البيضاء ماتيجا كانت دايره 60 درهم. في نفس الوقت هنا سولت كانت دايره 120 درهم الدوبل. علاش؟ الصندوق؟ الصندوق واحد. هادشي هذا هو المشكل. 60 120 علاش؟ الشنقه. الشنقه. الشنقه وين عدم المراقب؟ انا نجي نقول لك واحد العمال ديال المغرب، العمال ديال جلاله الملك اللي كتيق فيهم جلاله الملك وكيعينهم عمال. هما اللي عندهم لجنه المراقبه كدير ما يسمى باللجنه المختلطه. وكيقول لك لجنه المراقبه ولجنه الجوده كيخرجوا. ديك المسرحيه باش كيخرجوا، اسمح لي على هذه الهضره ولكن كنتمنى تدوز هذه الكلمه هذه. ديك المسرحيه باش كيخرجوا، كيقول لك مراقبه الاسعار، الاسعار هي حره ولكن راقب لي الفواتير. مصدر مجهول، حتى واحد ما يعطي لك الفاتوره. فاتورة عندها اجراءات قانونيه، ترقيم ديال الفاتوره لا تي فيا والاعفاء ديال الطبيه كلشي داكشي. علاه من شريتي؟ شريت على رشيد، شركه ولا بارتيكولي؟ فلاح ما كاين مشكل، المرض قال لك حتى الفلاح يمكن لهم يبيعوا الاخر. فلاح ما كاين، اعطينا خويا الوراقات ديالك ونعرفوا بانك بعتيه والفاتوره تكون قانونيه. اه والله العلي العظيم الا خرجوا هاد اللجان يديروا الخدمه ديالهم والله الغدا غادي يطيحوا جميع الاسعار. ونزيدك واحد الحاجه، التهريب لا زال مستمرا. وانت كيصحاب لك التهريب لازم الا دخلنا للحوانت وحتى لي سوبر مارشي وشفنا داك المنتوج وقلنا له عطينا الفاتوره بزاف ديال الناس اللي غادي يطيحوا غادي يلقاو بانهم ما مخلصينش اجراءات ديال الدوله. سي سعيد تحياتي، تلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. شكرا سي رشيد، شكرا على الوقت ديالك. الله يحفظك. الله ينورك.